صلاة مؤكدة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عكف عن صلاتها أمته منذ ما يربو على 300 عام كاملة بعد آخر مرة أقيمت فيها، فربما لم يعد لها في وقتنا هذا أي جدوى. فالسبب الحقيقي من ورائها بات مهملاً، والدافع لأدائها يحتاج إلى إنجاز خارق. وإن كان، فلماذا هجرت أحد أعظم سنن الرسول على الإطلاق؟ على أسوار مدينة فيينا، حيث ليالي الأنس الفريدة، وقبل أن يتحول نصر عظيم هائل إلى نقيضه، وقف الصدر الأعظم قرة مصطفى باشا منتصباً متوجهاً نحو البيت العتيق في عزة القائد المنتصر المتذلل إلى الله، يصلي 8 ركعات متواصلة بتسليمة واحدة في صلاة ربما لم يأتي وقتها بعد منذ 341 عاماً، حينما صلاها القائد العثماني اقتداءً بالرسول وخلفائه الراشدين. فأول صلاة فتح في تاريخ المسلمين صلاها النبي في بيت أم هانئ بنت أبي طالب بعدما فتح الله عليه أم القرى وأعاده إليها منتصراً رافعاً رايته إلى عنان السماء، هو تقليد إسلامي موروث ظل معتمداً للعمل به حتى آخر فتح لحضارة الإسلام منذ أكثر من 3 قرون، وهي صلاة واجبة على النبي، ومن بعده أضحت سنة مؤكدة لقادة الفتوحات الإسلامية. قال عنها الإمام ابن تيمية: كانوا يستحبون عند فتح مدينة أن يصلي الإمام 8 ركعات شكراً لله، وكانوا يسموها صلاة الفتح. لعل أول قائد مسلم صلاها بعد الرسول هو سعد ابن أبي وقاص بعدما وفقه الله على رأس جيشه في فتح القادسية. توالت صلوات الفتح منذ ذلك التاريخ، فأقامها أبو عبيدة بن الجراح بعدما انتصر في معركة اليرموك، وكان للفاروق عمر بن الخطاب نصيب في صلاة الفتح، والتي ربما يختار الله أصحابها حينما تمكن من فتح القدس. ثم خلفه كل من عمرو بن العاص بعد فتح الإسكندرية ومحمد الفاتح بعد فتح القسطنطينية. ورغم الحاجة الملحة لتلك الصلاة الفاتحة التي يصليها القائد المسلم بعدما يحقق انتصاراً عظيماً وفتحاً غير مسبوق، إلا أنها أضحت حلماً بعيد المنال لا يمكن أن نراها أبداً في وقتنا هذا، نظراً لتغير الظروف واعتماد قواعد ومبادئ جديدة للتعايش بين شعوب العالم، وإن كان هناك على اليابسة ما يستحق ويحقق ذلك الحلم. لكن يقول قول هناك: ربما علامات الساعة تحمل الخبر اليقين، وتحرير الأرض جزء لا يتجزأ من مصير أضحت شعوب العالم على شفا خطوة منه، فصلاة الفتح أو الشكر أو أياً كان مسماها قادمة لا شك في عودتها بأية حال حتى وإن طال الزمن. هكذا تتحدث كتب التراث.